حنا على كنهار تألمنا بلي نوزون في بادر 14 موا داكتيفيتي بوليتيك. ها هو الموقع. انت تتصور واحد اللي راه يتكلم بالكلام هذا يتكلم فيه هنا اليوم اي بوندون ابري ديبو دي دوسي كيش ما غيرت المواقف السياسيه تاعي، كيش ما غمت على اجتماعات المعارضه وباقي نواصل في العمل السياسي. وعندهم تواطؤ مع بن فليس لانه بن فليس واحد من النظام. واش اللي خرج صافي دوبي مي 2003 ما عندي حتى مسؤوليه في هذه كلها. ما لا يسمى داروا فيا مزيه يا بحرمونا، اكتب باللي ظلمونا 14 شهر.